أما كنزة فلسه بتاخد وقتها قبل إصدار أي عمل، وآخر أغنية كانت شبه الحنين اللي نزلتها من حوالي سنة. الوضع الفني حاليا مش سهل، بفضل نعمل أغنية أو اثنين في حياتي كلها وتكون أغاني خالدة أحسن من نعمل مليار أغنية وما حدا يسمع فيهم. لكن بتحضر النهاردة لعمل فني جديد وبتختاره بعناية خاصة بعد ما صوت لها الجمهور وفازت بجائزة البيج أبل ميوزك أوردز. الحمل بدأ أكتر وأكتر يتقال على ظهره، إن شاء الله يا رب نكون قد هذه المسؤولية ونقدموا لهم دايما الأحسن. وعبر إيتي بالعربي وجهت رسالة لكل الفانز اللي دايما بيدعموها، دايما نوصيهم يكونوا مثلي ويكونوا مترفعين عن التفاهات. وده اللي خلانا نسألها عن رأيها في الأخبار اللي قالت إنه في شخص جزائري كان وراء قضية سعد اللي مجرد في فرنسا. ما تخلصش الأمور ببعض، كل واحد ومكانه وكل بلد لحالها. بتوقع إنه أشخاص اللي يخترعوا مثل هاد الأسباب أشخاص يعني مرضى، والله شيء مش منطقي أصلا. وطبعا هالكلام أكيد بيوافق فيه عدد كبير من الناس. أما بالنسبة لقضية سعد فما في أي أخبار جديدة حتى الآن، لكن إيتي بالعربي رح يضل متابع للموضوع وتطوراته، وبدنا نقول كمان أنه كل ما يكتب ويقال هو مجرد إشاعات.